الحكي. رح استنى ليجي هاليوم. انا كنت جاي لحتى اسالكم عن مهند لانه مشغول بالي عليه. شو صاير مايك؟ ولا شيء. لك يا مهند خلصنا. لك مهيار، هذا اخوك ما عم يرد علي ليكون غرقان بالبانيو. سمرة فتحت الباب، ما في داعي تنام على الكنباية. منيح. وأخيرا شرفت. شو الشياكة؟ هاي اجت سمرة، روح من هون. وما تنسى أغراضك. خود. شكرا. يلا، أعطيني الصباط. شغل بالي عليك. ألو حبيبتي، بس ما أكون فياتك. لا، ناطرة تليفونك. وأخيرا خلص العرس؟ خلص، وهلأ رجعنا. اتصلت كتير وما كنت ترد. وصلتك رسالتي؟ والله ما وصلت، أو بالأصح أنا ما سلمت لأنه انتزع تليفوني. هدول السكرانين دفشوني على المسبح بكل ثيابي والتليفون كان بجيبتي. ومين هدول السكرانين؟ قصدي علي مهند. كتير شربوا هنن بالعرس. لا، وكملوا شربهم كمان بعد ما رجعوا على الاوتيل، على اساس انه هنن كتير مبسوطين. يعني قاموا خربوا لي التليفون. العرس شلون كان؟ كان معجوق شي؟ بصراحة كان كتير سخيف. كل الحضور ناس متخلفين، وكان في كتير عجاء، وكل اغاني دبكة شعبية. كان الجو بيقرف وانا كتير مليت، وطبعا ما كان فيني روح، مع اني حسيت حالي مثل المسجون. لهالدرجة؟ كنت مفكر انه هالعرس ما رح يخلص. الحمد لله على سلامتكم على كل حال. شكرا حبيبتي. بنا خير؟ اشتقت لك. وانا اشتقت لك كثير مؤيد. بكرة بعد الظهر راجعين، بمر على البيت وبعدين دغري لعندك. كنت متوقع تيجي بكير مشان نحضر اجتماع الصبح. مستحيل اني لحقه. آسف حبيبتي، رح تكوني لحالك. طيب مو مشكلة، ولا يهمك. ماشي حبيبتي، نامي هلا لأنه في عندك فيها بكير الصبح. طيب يلا بشوفك بكرة. أوكي حبيبي. أنا بحبك. وأنا بحبك. صباحي على خير. تلاقي الخير.